حدك بدي ابقاها يا احلى شب بهالكون لون عيونك اجمل. مايا دياب تفضح تفاصيل زواجها الاول، عشت المساكنة، وتفاجئ المذيع برأيها عن تعدد الزوجات في الإسلام. كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أنها عاشت المساكنة مع زوجها الأول وذلك قبل زواجهما. وقالت مايا خلال حلولها ضيفة على برنامج جعفر توك مع الإعلامي جعفر عبد الكريم إن فترة المساكنة قبل زواجهما كانت مهمة جداً من أجل اتخاذهما هذه الخطوة لأنهما تعرفا على بعض أكثر. هو الرجل اللي تجوزته؟ الرجل اللي تزوجتيك انت قبل عندك علاقه مساكنه معه. وعن رفض الدين لفكره المساكنه قالت مايا: البعض بيقولوا فيك تتزوج من شخص بينك وبين الله، من زمان كانوا يقولوا زوجتك نفسي وزوجتك نفسي. وردا على اعتبار المساكنه بين شخصين محرمه وقانونيا يشار اليها بالزنا، قالت مايا: اختصر الموضوع وبقول لك أنا مع الحرية وكل إنسان يختار الحياة يلي هو بيرتاح إنه يعملها. كلام في الدنيا كان بيقولوا لي عمره ما حس. ومن ناحية أخرى أبدت مايا رفضها لفكرة تعدد الزوجات في الدين الإسلامي وقالت: بيقدر الإنسان يغير شريك حياته أكيد، بس بينهي علاقة وبيبلش علاقة تانية. وأضافت أنه ذكر في القرآن الكريم أن الإنسان لن يستطيع أن يعدل بين هؤلاء النساء الأربعة. يا مراحب خطوة عزيزة، بدايات الحب لذيذة. ومن ناحية أخرى كانت أطلت الفنانة مايا دياب مؤخراً بمقابلة حصرية عبر الجديد أجراها معها الزميل محمد زيباوي، وذلك خلال حضورها حفلاً خيرياً. وتناول لقاء مع مايا الكثير من المواضيع، منها رأيها بوضع المرأة اللبنانية اليوم وحصولها على حقوقها، بالإضافة لتعليقها على الانتخابات النيابية ومن ستنتخب، وماذا قالت عن فكرة التبني وتجميد بويضاتها. أنا لا أطالب الرجل بإعطاء حق، نحن لازم نسعى كسيدات. أنه أولاً رح أقول اليوم بالترشيح لما شفت نسبة الرجال 83% مقارنة مع الـ 14% للسيدات، الحق علينا مش حق على الرجال، الحق علينا أنه نحن ما ترشحنا، الحق علينا أنه نحن مو كلين، الحق علينا أنه نحن ناطرين حدا يعطينا مقعدنا، لا، مقعدنا موجود نحن لازم ناخده بإرادتنا الصلبة، باجتهادنا، بمثابرتنا وإصرارنا، لأنه نحن إنسان، أنا بعتبر حالي إنسان، مثل أي إنسان عايش على هالأرض، شو ما كان نوعه، حقي بالمقعد النيابي مثل حق الرجل، بس هو عم بيسعى أكتر، بيعصب همومه، هموم البلد أكتر لكان من السيدات، والدليل إنه الترشح كان هالقد في فرق بيناتهم. بما إنه حكيت عن الترشح للانتخابات، أول شيء اليوم مايا دياب عندها أمل بالتغيير أو فاقد الأمل؟ لا، ما بدي أفقد الأمل، بدي أدعي الناس إنهم ينزلوا يصوتوا ضد أي إنسان خلى لبنان يوصل للمرحلة الصعبة اللي نحن فيه اليوم. استسلامنا وقولنا انه هن رح يجوا يجهن نفسهم، انه هن حضروا اولادهم، عشو بيفهموا اولادهم، بس بدي اعرف، ولا هو بيديره من ورا لابنه؟ كل هيدا مخوف الجو العام. الأكترية السائدة على الارض والقوى التي لا تمثلنا كلبنانيين ما لازم تخوفنا، صوتنا بخوفهم، إننا نصوت ضدهم بخوفهم. بليز بدعي كل اللبنانية ينزلوا يوم الانتخابات وبكثرة لنقدر نحقق تغيير، لنقدر ندعم هالناس المستقلة اللي نازلة حقيقة تغير بلبنان. طيب وانت حط حدا براسك تنتخبي أو بدك تسقطي ورقة بيضة؟ لا، أنا رح انتخب أكيد بالأسامة، وفولا يعقوبيان أول إنسان رح انتخبها. وهون أنا بدي أقول إنه تحالف وطني تحالف كتير كبير، بس فولا هي أخت صديقة، she's my soulmate صراحة، بدعمها للآخر، وهي منا بحاجة للدعم صراحة، لأنه فولا قدرت بأفعالها وكل اللي عملته لمنطقتها وللناس ودفع، بتثبت إنه هي إنسانة جيدة تساعد. وأول نائب استقال من البرلمان لما كان في مشكلة سابقة بالبرلمان، إن شاء الله ما تتكرر مرة تانية.
وكل سيدة اليوم موجودة رايحة مستقلة أنا رح كون كمان دعمتها، إضافة للرجال كمان المرشحين. قريباً حيقطع علينا عيد الأم، وحضرتك حكيتي من قبل أنه أول شيء بالنسبة لتجميد بويضاتك أعلنتي أنه أنت خضعتي لهذا الموضوع، وقلتي أنه أنت بتحلمي أو بتتمني يصير عندك ولد تاني. نعم. أول شيء ممكن يشوفك عم تتبني مع فكرة التبني؟ من بعد ما أجيب ولد رح أتبنى. من بعد ما أجيب ولد رح تتبني؟ كيف يعني؟ يعني رح أعمل بيبي وبعدين رح أتبنى.